مرحبا، أنا أمير، أشتغل بمجال الإعلام وأحب أستكشف الأماكن اللي موجودة ببلدي. رحلة في مناطق العراق، أرض الحضارات وبداية إنشاء الأساطير وانتقال عبر التاريخ العريق اللي بدأ من بداية البشرية. رحلة وسط إثارة وغموض، رحلة عميقة بالمعرفة وما لها مثيل. لحظة 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 لحظة، نفس الوقت هي رحلة تراث تجمع بين الحاضر والماضي، ومن الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. نشاطات، مغامرات، اكتشافات وتحديات، تجربة شبابية جديدة ومثيرة جدا في رحلة سفاري. بحلقتنا اليوم من مدينة دهوك راح تكون خاصة بالمناطق القديمة اللي موجودة بمنطقة زاخو، وأولها جسر دلال. حاليا مدينة دهوك بالتحديد بزاخو، هاي المدينة اللي شفنا بها هواي اشياء حلوة، وشفنا بها ايضا اثار تراث سياحة كل شيء بها. الحلو انه جينا اليوم لمنطقة اسمها العباسية، هاي المنطقة بها هذا الجسر القديم وهذا النهر. هذا الجسر يعود تاريخه الى اكثر من 1500 سنة، يعني تاريخه جدا قديم. بس خلينا نعرف تفاصيله ونعرف اشياء هوايه عنه من خلال اهل المدينه والناس اللي تفاصيل هذا المكان. طبعا راح اعرفكم عليهم. استاذ الند تفضلوا. الند اللي هو ويانا صديقنا واللي رافقنا بكل الجوله وان شاء الله ويانا بالرحله من البدايه. تفضل استاذ. شلونك استاذ؟ بالبدايه عرفنا عن الاستاذ. استاد كلامك خدني استاذ حزبي ورسندي بربسر غوندن ريفا بريو اجشتيا جشتو غوزار ازاخو استاذ بي ورسندي مدير الاعلام بوزاره السياحه بزاخو. جيد، حبينا اليوم احنا جينا على زاخو، شفناها ايش قد حلوه وشكرا لهم لانه هيك معتنين بيها. يعرفنا عن هذا المكان شنو تفاصيله، وخصوصا انه عرفنا ان هذا المكان يعود تاريخه الى اكثر من 1500 سنه. صحيح سيدا، ما بحس في جهة اشتياري بكيه وكاتوري خواهي بو چند اتزاويتن بريني كيه؟ اف جهة وكيل بجن پرادالال پراکا برنیاس و میجوی و درینه، هن سر اصلي هرم و کردستاني و هن جي عراق بگشتي و کستنبلا باجي رزا خود تنرسن. هر سا جهة كي مالبانده كي برنیاس گشتياري، هر کسا كي سردانه باجي رزا خود كت اول جار سردانه وي جهيد كتو دي ساون جي میجووی پر زورد بري 1600 ساله، سر زمان امپراتور بیزانتقی امپراتور زینو آیات درست کری دی و کلینن اف بلگن پرادلال دمانی جن که رهات ندیتن زانکوها که آلمانیا پشکینین بو کر اف میجوه وسط دیار پیاد سر زمان پیش وقت آماجه پنده با وکل بین شیوازی درست کرن جارت گود وکل یونانیا وکل یونانیا کمندیسا وکل رومانیا و بس پشتی هنگی ریوه برای گشتی اف بلگن سر پرادلال دیتن همی بو لبیزان که و دیتن که پشکینین که پاشه هنگ 19 حیوه 4 سال 2019 که فرانس هکی گشتی بو سازی را گاندن ری و برا گشتی ها دو کل گل یا زاخو میجا پری بو رایا گشتی دانیاسی. چی؟ آده معلم سیاخی، معلم سياحي ومعلم تاريخي محافظة زاخو، محافظة دهوك ومدينة زاخو بالتحديد. ترجع التاريخ، يرجع التاريخ مالته للعصور البيزنطية قبل 1500 1600 سنة. حسب آخر الدراسات اللي قاموا بها جامعات من أوروبا ومن أمريكا حتى يعرفون على أي مستوى القدم مالته، يعني أي مستوى هي قديمة، يعني طلعت حتى 1500 سنة. خلينا نتمشى ونسولف حتى. إن شاء الله. تفضل استاذ، خلينا نتمشى. إيه بلي. إيه
يعني هو معلم سياحي زين. اي واحد يجي على زاخو على دهوك زين. لازم يزور مدينه زاخو بالاول زين. وهذا الرمز اللي هو رمز على مستوى العراق كلياته تمام زين. انت خليني اسالك سؤال سؤال انه انت كشاب اليوم انت جبتنا لهذا المكان، شلون تشوف حركة الشباب انت كألنت؟ الحمد لله هذا الشباب بدوا يطلعون اكثر بدون تيك بريك خليك مرتاح عادي بحس فيك تعب طبعا ألند هواي تعب لان ألند انت يحكي ويانا بالكرديه ويترجم لنا بالعربيه فكلش طبيعي لما نشوفه خطيه تعبان طبيعي جدا فهسه شنو يعني كحركه شباب شلون شفتها؟ حركه الشباب الحمد لله هسه في تطور بحركه الشباب بلش الشباب يشوفون رياضات ثانيه بدل الرياضات المعتاده اللي احنا نعرفها هسه ان رياضه التخييم وتسلق الجبال هي رياضه بدات تنتشر بمحافظه دوكوب الاقليم على سبيل المثال يعني فيها ازدهار كثير جيد يعني طبعا سمعتوا هذه الكلمات الطيبه الحلوه اللي قالوها اضافه لهذا صح اللي صار بدهوك صار مو سهل الله يرحم الشهداء اللي سقطوا بهذه الحادثه يبقى انه شنو أثرت على السياحة نعم أثرت على السياحة بس بجهود الطيبين بجهود الناس اللي تحب بلدها بجهود الناس اللي تريد توصل إلى مرحلة أنه هذا البلد يكون بلد سياحي وآمن ومستقر الحمد لله والشكر بلشت هذه المنطقة تعيد نشاطها وتعيد حيويتها وأكيد رجعت ودنشوفها بعيننا والحمد لله والشكر اليوم وصلنا للمحافظة الثانية بالعراق اللي هي محافظة دهوك اللي هي المحافظة الحدودية مع بلدان الجوار وبالتالي احنا بدينا نوصل الى اخر نقاط العراق من كل الاطراف من الشمال الى الجنوب بقاعدنا الشرق والغرب وان شاء الله هم نوصلهن وراح نوصل لاخر المناطق وراح نراويكم العراق بعيوننا احنا برحلتنا احنا رحلة سفاري بعد ما خلصنا تفاصيل هذا الجسر وشفنا شلون تحول إلى تحفة فنية ومنطقة سياحية بداخل مدينة زاخو اتوجهنا إلى مكان ثاني عمره جدا قديم وبتفاصيل كل شهواية راح نشوفها سوا وأكيد انتوا ما سامعين عنها طبعاً من الأشياء اللي حلوة هم لقيناها أنا بزاخو هاي القلعة اللي يعود تاريخها إلى زمن بعيد جداً الأستاذ محمد أحمد أستاذ محمد مدير آثار وتراث زاخو أما أعرفه لأن هو راح يعرف عن نفسه لأنه يحكي عربي الحمد لله وشكر من لقيناك تحكي عربي أستاذ محمد اللي راح الله يسلمك بعد هاي كل زين احنا استاذ محمد اللي راح يشرح لنا عن تفاصيل هذه القلعه وبصراحه اجينا لهنا بزاخو وايا ناس ما تعرف تفاصيل الاثار ما تعرف تفاصيل يعني ثانيه استاذ محمد قلعه قديمه وبزاخو والناس تجي بس للسياحه للمصايف الحاليه شنو تفاصيل هذه نرحب بكم اول مره بمدينه زاخو خاصه هاي القلعه القديمه يعني نادرا ما جماعه يجون يعني يزورون هاي القلعه القديمه وحاليا هاي القلعة القديمة احنا بصدد يعني ننظف ونرممها يعني مشكورة إدارة زاخو المستقلة تدعمنا في هذا المجال زاخو غنية بآثارها يعني انت ذكرت القلعة القديمة بس مدينة زاخو قديمة جدا يعني المواقع الأثرية عندنا يعني عصورها تعود إلى العصور الحجرية القديمة والحديثة والعصور الأخرى حتى عندنا فترات يعني مشابهة فترات الجنوب العراق يعني فترات الوركاء والسامرة والعبيد وحلف عندنا يعني هاي مواقع أثرية وهاي الفترات فترات الميتانية وآشورية وفترات الأخرى حتى العصور
الساسانية والعصور الإسلامية. يعني مدينة زاخو بكونها يعني على موقع نهر الخابور، فالحياة يعني هم انبثق من هاي المنطقة، وخاصة ثورة العصر الحجري الحديث، يعني من الإنسان انتقل من الكهوف واستوطن وقام بدأ بالزراعة. ففعلا الحضارة مرت من هاي المنطقة وآثارها شاخصة جدا. حاليا احنا ما عندنا تنقيبات أثرية، يعني مواقع أثرية، عندنا أعمال إنقاذية. اكتشفنا تمثال صغير لآلهة الأم، معروف آلهة الأم، عندنا تمثال السامرة وتماثيل العبيد خاصة بالمنطقة، يعني المشاهد يعرف هاي الشغلة. هنا هذه القلعة، شوف طبيعة البناء مالتها إلى أي زمن تعود، بس خلينا ننتقل من هاي الغرفة نروح الغرفة الثانية ونسولف فيها، يعني هي هذه إلى أي زمن تعود هذه القلعة. فمن المعالم الشخصة، العفو بلي، من المعالم الشخصة بمدينة زاخو، مو فقط جسر الدلال حاليا اللي السياح يزوروها، هاي القلعة القديمة يعني فعلا قلعة تاريخية كلش قديمة. هي مطلع على تل أثري فترة آشورية ويمكن أقدم حسب دراسة أولية للقلعة. إنما القلعة حسب المصادر اللي درسناها خاصة بكتب الطبري أنه الفترات العباسية هاي القلعة خاصة في زمن الخليفة المعتضد، هاي الخليفة يعني هاي القلعة كانت موجودة يعني أي قبل حوالي 1120 سنة. هنا أنا أكو فد نافذة، هذه النافذة اللي هي راح نشوفها، حمد افتر وياي، هاي النافذة اطلع على على مدينة زاخو القديمة، هذا هذا على مدينة زاخو من هنا صحيح، اللي هي من هنا. هسه احنا إذا نشوف إذا نشوف أنه شلون هي اطل من هنا هذا التفاصيل، أنه هاي كانت ضمن الدراسة اللي موجودة عندكم، هل كان محسوب إلها يعني بناء القلعة هنا؟ صحيح. هي السوق القديم والمحلات القديمة مربوطة هاي القلعة القديمة، بس ما ذكرت أن فترات إمارة بهدينان أكو فترة الإمبراطورية العثمانية إمارة بهدينان كانت بزاخو، كان يسموه هذا المكان دار الإمارة، مبني بنفس الحجر وبنفس طراز البناء من الحجر الصلد، حجر النهري والمادة الكلس مبنية. أكو دكاكين باقية لحد الآن احنا محافظين على، وعندنا خطة إن شاء الله راح تبدي من الخريف أو شهر الـ 11 راح نرمم السوق القديم كله. البداية ترجعون السوق القديم أول شيء عندنا نرجع معالمها إن شاء الله. شوف السوق القديم يصير مكان سياحي، يعني معلم مهم حسب الطراز القديم الطراز الأثري. احنا كمديرة آثار زاخو مع المديرة السياحة مع الإدارة المستقلة في زاخو راح نقوم بترميم هذا السوق أول شيء، يعني حتى السياح يزورونه، وإن شاء الله القلعة القديمة هم. طبعاً بالمناسبة أنت تحكي أستاذ الإطلالة اللي تلقوها هنا، إن شاء الله راح نجي مرات أخرى ونشوف إطلالات ثانية إن شاء الله، إطلالة ثانية تشوفون شوف تفاصيل ثانية أحلى وأجمل طبعاً بجهودكم أنتوا، يعني هذا الشيء إحنا كان حاول يعني عليكم. ظروف مرت على المنطقة وخاصة طبعاً على أكيد. كردستان أكيد. ظروف صعبة أكيد طبعاً من الأشياء أهم اللي موجودة خلي أراويكم إياها، انه هم حسب ما سولفنا انه اكو قطع من الفخار، اي فخار هواي فترات اشور هواي لقوها، واكو هواي يعني قدروا يحافظون عليها. طبعا انا كشخص عراقي انا اقدم شكري وامتناني لكم لانه تحافظون على تراثنا واثارنا، لا احنا هم كاثرين هذا يعني شيء انا افتخر بيه صراحه، هو كشغلنا احنا كاثرين، يعني الاثار عندنا مواقع اثريه من قلت لك، يعني فترات عصور الوركاء والعبيد وسامرة عندنا يعني آثار مكتشفة، وهذه فخر احنا هذا الشغل كأمانة احنا يعني علينا يعني كآثارين، واحنا نفتخر ان تحافظون على تاريخ، لا هو تاريخ العام يعني تاريخ الإنسانية هذا الشيء، يعني الأجانب يجون يدرسون ويانا التاريخ والحضارة. مع الأسف يعني فترات كانت مطمورة، يعني خاصة النظام السابق أو النظام بعد، مع الأسف كانت مهملة، منطقتنا كانت ما ذاك الاهتمام. فإحنا كآثارين راح نحاول نهتم ونشوف الدراسة وهاي المنطقة تاريخ الجد يعود وحضارة وإنسانية. شكرا جزيلا لك، طبعا تشرفنا بوجودك معنا، يعني ان شاء الله مره ثانيه الله يسلمك. وطبعا الاشياء الحلوه والجميله، شوفوا ابسط شيء بهذه القلاع بهذه الاماكن التراثيه والاثاريه، العفو تشوفون انه اكو اشياء حلوه بها. حمد خليك واقف بمكانك لا تتحرك نهائي، خلوني اراويكم اشياء، يعني هسه اني اذا ارد احكي عن تفاصيل هوايه تشوفون انه هذا الشباك او هذه الفتحه حتى بطرازها المعماري تدرس، وثقوا انه هاي الاماكن
لازم انه نبدي نعيدها ويعني انه نهتم بيها وهوايه هوايه جميله. ترى هسه ابسط شيء تشوفون يعني انه احنا دا نروح من الشمال للجنوب ونلقى هوايه تفاصيل. ماكو منطقه زرناها، ماكو محافظه رحنا لها اذا ملينا بها اثار. بس هاي بالنسبه لنا تاريخ يعود الى الاف السنين، لازم نحافظ عليه. ونا عرفنا هواية عن هاي القلعة اللي حتكون بالمستقبل مكان سياحي ممكن كل الناس توصل إليه. والجميل بالموضوع احنا اول ناس نوصل إليه ونعرف شنو بيه. وبعد ما خلصنا منه توجهنا الى حارة قريبة عليه كانت مخصصة لليهود العراقيين. خلونا نشوف تفاصيلها. طبعا هواية اماكن رحنا بيها بزاخو مناطق سياحية ووصلنا الى هذه الحارة. الحارة اللي هي عبارة عن افرع ضيقة وبيوت قديمة مثل هذا البيت. هذا البيت اللي موجود هو بيت يعود الى زمن اليهود اللي كانوا ساكنين هنا. وايضا من الاشياء الحلوة اللي نلقاها هنا هو انه احنا نلقى مناطق ناس ما توصلها، سياح ما يوصلها. ليش؟ لانه اصلا احنا يعني نوصل حتى نراويكم هاي الاشياء اللي ما حد ما يوصلها. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حجي؟ على عيني. على مرحبا. شو اخبارك؟ الحمد لله. اسمك بالخير؟ حجي احمد. حجي احمد. حجي احمد واحد من سكان هذه المنطقه بلي. اللي راح يسولف لنا عن تفاصيل هوايه. شنو تفاصيل هاي المنطقه؟ اكو بيت قديم، افرع ضيقه، اسماء هوايه سمعنا عنها. هذا البيت قديم قديم، المحل كله قديمه. زين. المنطقه كلها قديمه. زين. اسمه محله اليهود. ليش محله اليهود؟ كان هنا تشول. زين. كل شيء ما بيها. زين. كل أشجار ما أشجار، يعني كل شيء ما بيها. اليهود إجا بانوا بناية، واحد هنا واحد هنا، صار توسع المنطقة. زين. إيه صارت محلة اليهود. زين. كان كل شيء ما بيها تشول، يعني إنسان بشر يخاف يجي هنا. زين. بس من بنوا هنا بناية صار محلة يهود. وبقى اليهود، حولوا اليهود، رحلوا. المن بقى اللي باع باع، اللي ما باع خلاه وراح عاب. زين. راح الناس اللي يشتري، اللي اشترى اشترى، اللي ما اشترى باقي للحكومه. هذا ليش الحجر هذا موجود بالبناء؟ هذا الحجر كله اللي هو نفسه، هذا الحجر صح؟ الحجر كله جايبين من المي. اللي هو هذا نفسه منه؟ نفسه من المي جايبين. زين. كله من المي جايبين، هذا الحجر مال المي مو مال تشول. زين. هذا من المي، لانه هذا الحجر الاحمر وهذا هذا كله من المي جايب. اللي هو هذا نفسهن. بلى. زين. وهذا مال المي. اغلب الحاره موجوده هيك بناها؟ لا لا لا. لا متنوع. لا متنوع. قليلين. زين. كان كله هالشكل، بس شنو؟ خربوه بانو جديد. زين. شنو اكثر شيء تشتهر به زاخو؟ الافضل اكل الناس يحبه هو دولمه. ليش الدولمه؟ والله شو اقول لك يعني؟ شيء فاخر. زين. شيء فاخر بطعم من نوعات. زين. يعني حتى الاوراق مال شجر عنب. مال عنب اي. ايه السلة تخليها، اللهانة تخليها، الشجر تخليها، اقول لك باذنجان تخليها، الطماطة تخليها، كل شيء تخلي بها، اللهانة تخليها. بين كلش تحب انت للدولمة، يعني واصل لها مرحلة انه قبل قلت للدولمة. ليش ما قلت لي غيرها؟ لا، دولمة أفضل شيء. زين. أفضل شيء دولمة. الدنيا كلها حب الدولمه. حلو. هسه تروح على بغداد. زين. تقول افضل اكل شنو يقول لك؟ دولمه. بغداد وين؟ باعتبارها اكله عراقيه مشهوره. فعلا عراقي هذا. زين. احنا عراقيين. حلو. احنا عراقيين، احنا منين جايين؟ حتى يقول كردستان العراق. يقول كردستان. كنا بلد واحد. ماكو فرق. قبل ماكو فرق يعني بين بغداد وزاخو. صح.
من يقول هذا شيعي هذا سني هذا فلاني؟ ماكو احد. من يقول؟ ماكو احد، كله مثل الاخوان يشتغلون. صح، كنا بصرا نشتغل ويا سني ويا شيعي ويا اليهودي ويا اي ما عاد يفرق هالشكل، انت فلان انت فلان، ماكو شيء، كلنا ننام سوا ناكل سوا. هذا صار هذا الزبال، هذا ابو الفلان وجاب له هذا الفلان وهذا مسؤول فلان وهذا ما ادري شنو. يقول لكم مثلا اللي يقولون يقولون ما اريد اقول، يقولون اللي يحب الظلمه يخاف من مرته. صح. هذا المثل منين جبتوه هذا؟ والله الناس كلها تقول. الناس كلها تقول. كلها تقول. يعني هسه انت تاكل دولمه وتحبها. والله احبها. يعني تخاف من مرتك؟ لا. هاي شنو هاي الحجه خاف تسمعنا هسه؟ انا مشكله هذه. المراه اللي اقول لها سوي دولمه ما يسوي دولمه كسر رجله. هاي شنو هاي؟ لا لا هاي انصري، هاي لا 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 من حقي، من حقي. من حقك تضرب على مدولمه؟ اي. لا عاد احنا خربنا بيناتهم ابشركم الحمد لله. زين هسه قول لي. الحمد لله هسه مرتي توفت. الله يرحمها. بس قبل يعني من اقول دولمه يعني دولمه. الله يرحمها ان شاء الله. هسه العب من يسوي لك الدولمه؟ البنات. البنات الحمد لله. زين يعني اوكي تقدر عليهم البنات، ما نقدر نقول ما يقدر عليهم. لا لا مسيطر. الحج طلع مسيطر الحمد لله وشكرا. الحمد لله. والله يوفقك وشكرا جزيلا. يحترموني زايد. ان شاء الله تستحق الاحترام من الجميع ان شاء الله ابويا. شيء نطلبه ونقوله لي وللخطار وللهاي اللي اقول لي سوي سوي. الله يوفقك ان شاء الله ويوفقهم ويخليك لهم ان شاء الله. العلم ما يقول اسوي، ما يقول سوي، يسوون قبل ما اجي البي، يسوون الاكل الخطانة قبل ما اجي. الله يوفقكم ان شاء الله. بس شنو يطلب؟ يطلب يعني اشياء تكون موجوده داخل بالبيت. تمام. الله يوفقكم وشكرا لك وزحمناك. اني واحنا نعتذر ان اخذنا من وقتك. وهالمحل القديم ورا هذا الفرح تروح ايها الشقل كان يسموه كنيسة يعني معبد مالت مال اليهوديين. كان معبد والمدرسة مالتهم يقرأون بها، المدرسة المعبد مالتهم، بس هم خربين بانين جديد. شكرا ان شاء الله يرجع الوضع ان شاء الله ويرجع هذه اثارنا تبقى اثارنا سواء لليهود او سواء للاكراد او للعرب كلها ان احنا واحد ان شاء الله. شكرا جزيلا لك في امان. فرق ماكو بس الناس هسه تسوي فرق ان شاء الله. ما منين جايبين هذا الكلاوات؟ والله ما اعرف. والله صدق منين جايبين الكلاوات هذه؟ والله. طبعا مثل ما سمعتوا حجي احمد شلون حكى ويانا وشفنا تفاصيل هذه المنطقه وشفنا شلون بها اشياء حلوه وتشوفون هذه الاشياء القديمه اللي بيها حتى البناء البيوت القديمه وناسها الطيبه، ناس اللي حقيقه يعني شوفوا شلون تتعامل ويانا وشلون تتعاون ويانا، وهذا الشيء اللي احنا جايين به. الناس كلها تجي للمناطق السياحيه بس ما تروح للمدن للحارات للاشياء القديمه. احنا نراويكم كل شيء، نخليكم تستمتعون بكل شيء موجود بداخل المحافظات. وهاي الحارات الضيقة اللي تشوفوها هي بمحافظة دهوك بالتحديد بزاخو وبيها أشياء كلش حلوة. خلونا نشوف بعد تفاصيل، تعالوا يا حمد. انتهينا من جولتنا داخل الحارة اليهودية، وبعد ما حكينا ويا حجي أحمد رحنا على السوق القديم بزاخو واللي بيه تفاصيل كلش هواية، ومن خلال رحلتنا عرفنا انه هذا المكان حينعاد ترميمه وايضا راح تشوفوه بالمستقبل مكان سياحي كلش حلو. هذا السوق هو سوق زاخو القديم. طبعا ارتباط هذا السوق بالقشلة اللي موجودة هنا اللي هي قشلة زاخو. هذا المكان مثل ما تشوفوه هو مكان يعني خلي نسميه خالي تماما، لأن يخافون على الناس إذا فتحوه ممكن ينهار، بس هو يبقى جزء من آثار هذه المدينة، المدينة اللي بها آثار هواية وبها أشياء كلش حلوة. أيضا تحدثنا مع الشخص المسؤول عن القشلة وإعادة إعمارها، قال إنه راح يرممون السوق وراح يكون السوق جزء من القشلة وجزء من هذا التراث العظيم لهذه المدينة، وأكيد راح يكون مثل ما قال لنا هو قبلة للسياح، وراح يكون في يوم ما هذا المكان قبلة لكل السائحين اللي يحبون يتجولون ويتبضعون من عنده. حسب ما فهمنا وسألنا أنه هذا السوق هو كان سوق الجزارين، يعني بين قوسين القصابين اللي هم قصابين اللحم. فهنا تشوفون القدم مالته وتاريخه، يعني تاريخه تقريبا هذا السوق
1500 اكثر من 1500 سنه، يعني شيء رهيب. حمد اذا تجيني شويه تشوفون هنا انه كان مستخدم، لكن لاسباب امنيه واسباب انه يحافظون على على الناس وعلى حياتهم خلوهم يطلعون، لانه تشوفون انه هذا كلش قديم، بدا يعني اكو اجزاء من عنده تتاكل البناء مالته، اكو اجزاء. حمد اذا طلع لي هذا السوق، اذا طلع لي هذا المحل، طبعا البناء مالته هذا حديث باعتبار انه هذا هو اسمنت او اللي احنا نسميه البلوك. هذا البناء الاصلي مالته اللي هو من الصخور، هاي الصخور اللي هي الصخور البحريه او النهريه، يطلعوها من الاماكن من البحار والانهار اللي موجوده ويبنون بيها، وهنا صارت نتيجه هذا البناء. هوايه تفاصيل موجوده، الولد تعبناهم لنوصل الى مكانات بعيده وحلوه، بس حتى نراويكم بها تفاصيل ثانيه. حمد روح انطلق لهناك، خلي يشوفون الاجواء الحلوه. تعبنا هواية بتصوير حلقة زاخو، ولذلك توجهنا للمكان كلش قديم وحلو حتى نرتاح ونعرف بعد شنو اكو بالمدينة. بصراحة كلش تعبنا، والاستراحة راح تكون استراحة شوية كردية. شلونك استاذ حلمي؟ هلا وسهلا. هلا وسهلا، شرفت بكم. طبعا قعدنا بهذا المكان بعد جولة اخذتنا بيها داخل السوق. هلا وسهلا. هذا المكان شنو بعد ما انتهينا من السوق القديم بزاخو؟ انتم مثل ما شفتم السوق القديم مال زاخو، كان انتم صورتوا زين، هو اقدم سوق بزاخو زين، وهنا مكان مال شباب. مثلا انا ابويا وجدي كان هذا السوق عندهم دكان، كان ابويا دكان فوق. احنا شباب مال زاخو يعني قديمين بزاخو، اذا يوميا ما نجي ناخذنا فره هنا نشربنا شاي وسوالف ويا الاصدقاء ما نرتاح، يعني عبالك شيء ناقص منه زين. يعني من دوام اجي لازم يوميا اجي هالسوق اباوع عليه، من هيك اطلع اروح على البيت. يعني هنا السوق القديم مال ابائنا مال اجدادنا، كان هنا مكان مال اليهوديين، اقدم سوق بزاخو. يعني يقول لك سوق طار، يعني سوق المظلم، سوق المظلم. هذا المكان ده شوف فيه كل الاشياء اللي جنابك ذكرت ليها قبل اللقاء، قلت لي انه هذا المكان عبارة عن فلكلور، فلكلور كردي كردي إيه. يعني هنا مثلا تشوف هذا، مثلا هذا التلفزيون قديم مال أكراد، قديم مال بلكي فوق 200 سنة، وهذا الشغلات تشوف هذا هو أبو صاحب الشايخانة سوات، يعني مثل أشوي مثل متحف، يتعلم على الأشياء القديمة، يتعلم على الأشياء القديمة. عاشت إيدك حبيبي. أيوة شيخ. بالنسبة لكم يعني كقدم المكان والسوق، قبل شوية رحنا على سوق الجزارين تعبتنا هواية، تشوفنا شلون تعبانين. أيوة هذا كله بسببك استاذ حلمي. لا والله انت الحلو كم. الحلو الحلو انه انت تحكي عربي، وهذا الشيء اللي يخليني انا مرتاح، بس تعبتنا هواية بالجولة. بس انا اشكرك على هاي الجولة. لا انا اشكرك حبيبي، خلينا نتعرف، نتشرف بكم. الله يسلمك. نتعرف على 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 هيك مكان عريق حلو، احنا دائما نبحث عن هاي الاماكن. اذا تشوف شوف الثاني لابس شنو؟ لابس ابيض سلام. لا وخريطة العراق تمام؟ بس اذا راسه اي اي شوف كل المعالم بيها، بس الحلو شنو؟ اذا تقعد تدور بزاخو يمكن ما القى هاي المعالم. هي موجودة. موجودة القشلة؟ لا مو إذا دلال موجود هذا ليش؟ شنو الموجود؟ جسر دلال، بس القشلة ما موجودة. اذا تدور جينا على اشياء حلوة جديدة. اذا تدور على زاخو على اشياء القديم يمكن سنة ما تخلصها.
اوه يمكن سنه لقاء مالك ما يخلص بزاخو. حلو. دائما دائما تطلعون سفرات انت وعائلتك؟ دائما نطلع نطلع يعني السفرات يمنا اهل زاخو يحبون السفرات يحبون الخميس والجمعه نطلع سفرات وخميس والجمعه هذا بالعافيه عليكم طبيعه حلوه يعني واكسجين طبيعي. ايه نروح يعني نشوف المكان الطبيعي. انت تجي مثل ما قلت لك اماكن مال زاخو ما تخلصها سنه. ان شاء الله يعني ان شاء الله نقدر نراوي الناس الشيء البسيط اللي راح نوصل له. واخي نقول لك شيء اخر شيء احنا ايه؟ يمنا ماكو تفرقه لا عربي لا كردي لا يهودي شفنا الحمد لله احنا كلتنا بشر وكلتنا عايشين ونريد نعيش حر ان شاء الله. يعني انت اخوي وانا اخوك ماكو فرق يعني خلي هذا شيعي وهذا سني ماكو يمنا ان شاء الله ماكو كلنا واحد العراق كلنا واحد ان شاء الله العراق كلنا واحد. شكرا جزيلا لك. الله وسهلا تشرفت بكم. خلونا نكمل الشاي بالشاي خانه شاي حتى نستمتع بهالطعم وشويه نرتاح. لهنا انتهت حلقتنا وراح ننطلق المكان ثاني بمغامره تستحق تشوفوها. يلا في امان الله للمكان الثاني اللي راح تشوفون بيها كل هواي أشياء حلوة ومشوقة. Holy, holy, lay low, lay low, lay low, where are they? Holy, holy.